علاج الكوليسترول العالي ثلاث عناوين ثلاث عناوين العنوان الاول نظام الغذاء العنوان الثاني الادويه العنوان الثالث الحركه يعني اللي بيلعب رياضه احسن من اللي قاعد في البيت عشان كده بتبقى مشكله كبيره جدا في الناس الكبار تلاقي جالك واحد 75 سنه تقول له امشي كل يوم ساعه يقول لك ما اقدرش ما اقدرش امشي فهيبقى معتمدنا على الاثنين التانيين تعال اهم حاجه نظام الاكل نظام الاكل في الكوليسترول اذا ما اتبعتوش ما تتكلمش اذا ما اتبعتش نظام الاكل في واحد كوليسترول عالي ما تتكلمش بعد كده ما تندمش كل ما خرج من الارض صحي كل ما مشي على الارض غير صحي وانت مغمض كده تقول لي يعني ما اكلش لحمه؟ اقول لك ما قلتلكش ما تاكلش بس هي غير صحيه. ما اكلش فراخ اقول لك ما قلتلك ما تاكلش ما قلتش كده بس غير صحيه. ولا بط يا دكتور بس غير صحي ولا وز ولا الوحيد اللي مشي على الارض وصحي السمك. السمك فيه كذا حامض في لحمه اوميجا 3 واوميجا 6 واوميجا 9 ثلاث احماض دهنيه بتصلح الكوليسترول فكأني باكل جوع راح وبتعالج يبقى العلاج الاساسي للكوليسترول هو نظام الغذاء. انا بعتمد على هذا بعد ما بعتمد على الله بعتمد على ده قبل الادويه. والله قبل الادويه نظام غذاء سليم، في ناس بتلخبط بقى يدخل الكوليسترول في السكر، في السمنه يعني مثلا يقول لي ايه انا بحب احط زيت على الفول مش الزيت ده طلع من الارض اقول له اه يقول لي يعني مفيد اقول له اه لا, لا وما اعرفش ايه اللي حشر زيت الزيتون يحشروه في النص كده بحط ايه ايه شويه زيت, زيت زيتون على الفول اقول له برافو عليك في كوليسترول اقول له لا الكوليسترول هيجي له منين النبات النبات غير قادر على عمل الكوليسترول ما يعرفش يعمله تمام انما اقول له سيادتك وزنك 140 كيلو بتحط كوبايه زيت على الفول الصبح انت 140 كيلو احنا بقى مش هنتكلم على الكوليسترول انا بكلمك على السمنه انت واخد سعرات حراريه جباره فتعمل كده ليه؟ يبقى اذا اما الكوليسترول اما اجي اعالج اشوف اللي عنده وزنه عالي عشان اعمل حسابي عنده سكر عشان اعمل حسابي فبقت القضية إما كوليسترول لوحده أو كوليسترول وسمنة أو كوليسترول وسكر أو الثلاثة كوليسترول وسمنة وسكر أي نعم كل ما خرج من الأرض صحي أكل رز؟ كل رز بس إذا كنت وزنك عالي أنت ممنوع أكل عيش؟ كل عيش يبقى كوليسترولك عالي ووزنك عادي كويس هتاخد كل ما خرج من الارض بالكميات اللي انت عايزها. وزنك عالي هتبقى قضيتين، قضيه كوليسترول ووزن زياده بعالج الاثنين في وقت واحد. وزنك عالي وعندك كوليسترول وعندك سكر بعالج ثلاث حاجات في وقت واحد. نظام الغذاء يا اخوانا هو الاساس في علاج الكوليسترول. الرياضه بتصلح. تقول لي بتصلح ايه؟ اقول لك والله لو ما قلت سبحان الله تبقى عايز تضرب تخيل تصلح ال اتش دي ال وال دي ال تخيل لو مشيت كل يوم شوي هتنزل السيء وتعلي الحسن كيف الله يعلم الله يعلم يبقى انا بديك دواء ينزل لك الكوليسترول كل الكلي لكن تصليح النسبتين دول بالرياضه تمشي كل يوم ساعه اه تشترك في جيم تتحرك تعمل اي حاجة بس بشرط اوعى ايه تقعد اوعى ايه تقعد في حاجة انت مضطر انك تقعد خلاص خلاص هنعمل ايه واحد عنده خشونة في الركب ومتقدرش يبقى هيعتمد على الدواء ونظام الغذاء فقط الادوية متوفرة جدا 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 لها اضرار مفيش دواء في الدنيا ملوش ضرر مفيش دواء في الدنيا ربنا خلقه ملوش ضرر بس ساعات نحط الاثنين في كفة طب ضرر الدواء ولا ضرر المرض كثيرا المرض يطب هو الكفة الأتقل يبقى هناخد الدواء طب بيعمل ايه دواء الكوليسترول في بعض المرضى في بعض المرضى يعلي انزيمات الكبد في بعض المرضى شبه حساسية يعني مش كل واحد عشان كده لو دكتور كتب لك دواء كوليسترول بعد شهر قيس انزيمات الكبد بلاش مخلينا ناس شاطرين جدا ما قبل ما اخد الدواء قيس انزيمات الكبد اذا طلعت طبيعيه اخد الدواء وبعد شهر قاعتها لقيتها بتعلى يوقف الدواء يوقف في الحال فده الجربيه يطلع مثلا واحد في الميه من الناس كده 2% في الميه دي مش قاعده ولكن الكوليسترول مرض لازم نهتم جدا جدا بيه جدا ما ناخدوش على على الماشي كده هو بيقول انها بتاخد اسبرين ما فيش مشكله خالص في بعض المذاهب في الطب بعد سن 40 يقول لك خد اسبرين كل يوم احتياطي عشان ما يحصلش تجلط في الدم احد المذاهب المذاهب الاخرى يقول لك لا اما يحصل حاجه ابقى ادي دواء انا مع المذهب الاخر محدش ياخد دواء بدون داعي. محدش ياخد دواء بدون داعي. حتى لو قالوا لك ده فيتامينات. حتى لو قالوا فيتامينات. ما تاخدش دواء الا باستشاره الطبيب تقول لك خد ده يبقى هتاخد ده. فده مروان مهند اعتقد جاوبتك كويس يا مروان.